صباح الخير هبة، صباح الخير لارا، صباح الخير لكل مشاهدينا متابعينا متابعين برنامج يوم جديد. بنصب عليكم مرة أخرى من مدينة الفحيص، واللي بتمتاز بإنتاج أفضل أنواع المزروعات من أهمها التين والعنب، واللي تعتبر من الفواكه الموسمية الصيفية الأشهى والألذ والمطلوبة والمحبوبة عند كثير من المواطنين. طبعا مشاهدينا، في كل عام وبداية موسم قطف العنب والتين بيزداد المواطنين عملهم من الأشخاص والعائلات والأسر الأردنية والجمعيات المختلفة، بقوموا بإعادة تصنيع هذه المنتجات والثمار وتحويلها إلى العديد من المنتجات الغذائية بطرق وأساليب تقليدية تراثية قديمة أو من خلال الأساليب الحديثة المستخدمة بوقتنا الحاضر. وتتنوع هذه المنتجات بين الدبس، المربى، الزبيب، القطين وغيرها من المنتجات من حلويات والعصائر المختلفة. اليوم راح نتعرف أكثر على كيفية تحويل هذه الثمار والفواكه إلى منتجات غذائية رائعة ومميزة وممكن نستغلها طيلة أيام السنة، بالإضافة رح نتعرف أكثر على كيفية استغلال الأوراق والبذور وفوائدها العلاجية والغذائية والصحية. طبعا رح نبلش حديثنا مع الأستاذ خالد الشتاوي، رح يعرفنا أكثر على مدينة الفحيص. قبل ما نتعرف أكثر على هذه المنتجات الرائعة، أقول لك سيدي صباح الخير ويعطيك العافية. يسعد صباحك ويسعد صباح أسرة برنامج يوم جديد وتلفزيون الأردن المحبوب. وأنا بحب بداية أصب على سيدنا جلالة الملك عبد الله أبو الحسين وكافة مشاهدين التلفزيون الأردني أينما وجدوا. بنرحب فيكم في مدينة الفحيص، مدينتكم، هاي المدينة اللي هي تبعد دقائق عن مدينة عمان، تقع في محافظة البلقاء، مجاورة لمدينة ماحص ومرتبطة في لواء واحد مع مدينة ماحص. يتميز هذه المدينة وماحص بالعيش المشترك والتسامح والبساطة. بطبيعة الحال أهل الفحيص يعني جزء منهم في الولايات المتحدة الأمريكية. عدد سكان مدينة الفحيص تراوح ما بين 25 إلى 30 ألف نسمة. طبعا تتميز مدينة الفحيص بموقعها الجغرافي المطل على الغرب، على الضفة الغربية، مطل على كل الجهات. تضاريس مدينة الفحيص تضاريس جميلة جدا، يعني شبيهة بلبنان، طبيعة خلابة. وأهلا وسهلا فيكم بكل وقت في مدينة الفحيص، وإحنا كمان بنرحب بكل زوارنا على المتنزه، في هذا المتنزه، وهذا المتنزه الذي أقيمت فيه عدة فعاليات ثقافية وفنية ومجانية. وبنرحب بأي فعاليات بتخص شيء يدعم الوطن. بالتأكيد مدينة الفحيص تميزت خلال الأعوام السابقة بمهرجان الفحيص المميز، فرقة الفحيص، منتدى الفحيص، يعني كل أشياء الثقافية في مدينة الفحيص دائما بتميز. نتمنى على الله أنه تستمر، والفحيص هي جزء من أردننا المحبوب، وطبعا نتشرف بكل مشاهدينا لزيارة مدينة الفحيص. شكرا لك، صباحك سعيد. شكرا لك، صباحك كل الاحترام، الله يخليك. مشاهدينا أيضا رح تكون معنا ست اعتدال سويس لحتى تعرفنا أكثر على كيفية الاستفادة، تفضل ستي هون، من هذه الثمار وهذه الفواكه اللي موجودة معنا. ستي نقول لك صباح الخير ويعطيك العافية. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم بالفحيص، في منتزه الفحيص السياحي. نشكرهم على هاي الفرصة اللي أتاحوا لنا إياها أنه نعرض منتجاتنا، خاصة إحنا عندنا مطابخ إنتاجية وللجمعيات، وكلهم راح بيستفيدوا من هاي المنتجات، بيخزنوها لوقت طويل وبيستعملوها في فصل الشتاء. وقديش فيها فوائد بالنسبة للتين والعنب. التين بالفعل، قبل ما تبلشي تعالي لهون شوي بس أساس الكاميرا، بس هيك خلي جسمك هيك عشان الكاميرا تشوفك، لأنه الصبايا بدهم يقطعوا عنب الآن على الهواء أساس إنه يفرطوه ويجهزوه. ستي إحنا بنحكي عن منتجين، المنتجين جدا مفيدات وطيلة أيام السنة ممكن نستفيد منهم. بدنا نبلش بالعنب، بدنا نحكي شو المنتجات اللي ممكن إحنا نحصل عليها من خلال وجود ثمرة العنب. أكيد في استعمالات كثيرة لثمرة العنب، بداية الزبيب مثلا هو منتج كثير بيضل طول السنة، إحنا إذا استعملناه بنضل طول الشتاء بأكله منه، كثير في فوائد خاصة للأطفال، إنه الستات يعودوا أولادهم يأكلوا أشياء طبيعية مش من هالسكر الكامل اللي كثير يعني بيأثر على صحتهم. ومش غلط إنه مثلا كل ولد يأخذ حفنة هيك بدل الكاندي هاي اللي بيستعملوها.
وكثير في فائدة للزبيب، وطريقة صنعه كثير كثير سهلة. هو بنأخذ العنب الأشقر وبنحطه بالمية الساخنة والكربونات اللي موجودة فيه، كربونات وزيت زيتون، بنغطسه بالمية، بعدين بنحطه بالمصفاية وبنتركه لأسبوع مثلا، أقل من أسبوع، حتى في الأيام الحارة بيكون 4-5 أيام بيكون جاهز. هذا بالنسبة للزبيب. وفي عندنا دبس العنب، دبس العنب برضو هذا من عصير العنب الصافي، نعم، بنعصر العنب وبنصفيه مزبوط مزبوط وبنتركه على النار لفترة طويلة حتى يعقد ويصير بهذا الشكل. وفي عندنا خلي العنب كمان العنب برضو، حتى خلي العنب لما نعمل الدبس والورش اللي بيطلع والأشياء المخلفات اللي بتطلع هاي ما بيكبوها، بيحطوا بيعملوها خلي عنب وبتركوها لفترة طويلة. جميل. طيب ست، احنا بدنا نيجي لهون، خلينا نشوف كمان انه انت كمان تشغل، تعال تفضلي معي. بدنا نحكي شوي عن التين. هلا التين في كثير من المنتجات ممكن كمان نحصل عليها ونستثمرها، نستثمر التين اكثر، نتعرف عليها اكثر. ستي، في اول شيء مربى التين، بهاي الطريقه بدي اورجيك. بنحط السكر، بنحط السكر على التين، بنفتح حبه التين بنحط عليها السكر بهاي الطريقه، انه مثلا كل كيلو سكر بده 2 كيلو من التين، وبعد ما يذوب بنتركه لفتره حتى يذوب السكر مع يعني بده ليله يكون محطوط بالسكر، وبعديها بنحطه على الغاز وبنتركه حتى يصبح بهاي الطريقه. هاي في هون مربتين احضرناه جاهز. وفي عندنا برضو عن القطين، ويا الله قديش التين فيه فوائد، خاصه للمعهم ضغط، البوتاسيوم موجود متوفر فيه بكميات كبيره، وحتى لمرضى السكري ممكن باكلوا 2-3 حبات ما في مشكله عندهم، ولمرضى القلب وللشرايين كثير كثير فيه فائده. نعم. وبرضه القطين في له طريقه زي طريقه العنب تقريبا، بنحطه بالمي الساخنه، بنختار حبات التين اللي بتكون مستويه كثير على اساس ناخذ تين. طيب احنا عندنا تين هنا ما شاء الله، يعني خيرات هذه المنطقه الجميله، بدنا ناخذ الحبات الطريه، يعني الطريه، وبنحطها بالمي، بعدين بنكبسها بهاي الطريقه، بس لا لازم يكون اكثر من هيك مستوي. في عندي انا في كذا. طيب يلا تفضلي، خلينا ناخذ شيء مستوي او اللي هون. تمام، خلي زميلنا انس عواد كمان طبعا تفضلي. بدنا على الهواء مشاهدينا للمهتمين بالتحويل والاستفاده من ثمار التين والعنب ايضا، تفضلي. هاي بعد ما غطسناه بالمي وزيت الزيتون وشويه من الكربونات بصير بهذا الشكل، ولازم نكبسه هيك على اساس يطلع الهواء منه، ومننشفه بنحطه في مكان جاف وبالشمس بهاي الطريقه بصبح عندنا القطين. تمام. قديش كلها باخذ مده يعني حتى يصبح قطين جاهز؟ بده اسبوع او اقل حسب حراره الشمس، وهالايام هاي كثير عندنا شوب الدنيا، ممكن انه 4-5 أيام يكون ناشف. انت بدي رسالتك للمشاهدين، يعني في بعض الثمار احنا بنكبها او بنتخلص منها او بنزيد عن حاجتنا حتى يستفيدوا من كل شيء من هذه الثمار الطيبه، هذه الثمار المباركه اللي موجوده، حتى كمان نستغل المواسم، مواسم الخير في بلدنا الحبيب. بنصح كل ست انه حتى قطف العنب اللي موجود عندها هذا قديش فيه فوائد، انه ما تكب منه ولا شيء، اذا ما اكلوه بيضل فيه زوائد، الزوائد دائما اكثر الستات بيعملوه خل، يعني بيكون عندهم مطربان بالبيت، وكل كل زوائد اللي مش محتاجينها بس يكملوا اكل بتحطها بهالمطربان بتسكره لفتره بصير خل. هاي مثلا وحده من الطرق اللي متبعه، أو إنه يعملوا خبيصة، الخبيصة كمان كثير سهلة. خبيصة قصة يعني كمان، بدنا نجيب الخبيصة، خلينا نجيبها على الهواء. طيب دقيقة ستي، خلينا نجيب الخبيصة وهي من الحلويات، تفضلي، التقليدية المتوارثة، تفضلي. طبعا مشاهدين هاي الخبيصة من الحلويات المتوارثة والتقليدية الموجودة في مدينة الفحيص، واللي يعني من خلالها بتم استغلال كل المنتجات والثمار. تفضلي ستي، تعرفين عليها اكثر. هاي الخبيصة هي من عصير العنب الصافي، بنحط عليه طحين القمح،
وبنحط عليه اليانسون والقريش والسمسم، بنخلطهم مع بعض لفترة إنه بنحسهم يعقدوا، منديرهم على هلا صاروا يستعملوا أكياس نايلون بدهنوها بشوية زيت وبيحطوا عليها الخبيصة لفترة 4-5 أيام برضو بتكون جاهزة. تدي كل الشكر لك، صباحك سعيد. أهلا وسهلا فيكم. أهلا، يعطيك العافية، شكرا على هذه المعلومات الرائعة والجميلة. طبعا مشاهدينا زي ما شفتوا كنا معكم وعلى الهواء مباشرة من مدينة الفحيص، حبينا اليوم نسلط الضوء من خلال وجودنا في هذا المكان الرائع والجميل على كيفية استغلال مواسم الخير، مواسم العطاء في أردننا الحبيب من خلال استثمار هذه الثمار الطيبة والمباركة من العنب والتين وتحويلها إلى العديد من المنتجات الغذائية المناسبة لجميع أفراد العائلة والأسرة الأردنية، واللي دائما وأبدا كانت تستغل هذه الفواكه والثمار في حياتها اليومية. رخليكم مع لقطات صباحية رائعة وجميلة. طبعا أحب أوجه تحية صباحية للصبايا الرائعات موجودات معنا وكانوا يفرطوا عنب من الصبح، يعطيهم العافية. رخليكم مع لقطات صباحية من مدينة الفحيص مع هذه الثمار الطيبة والمباركة، يسعد صباحكم مرة أخرى.